تفضلي، يلا على مهلك. حاسة حالك أحسن؟ أنا منيحة عن جد، شكراً كتير على كل شي، تعبناك معنا. آسيا شو هالحكي هاد؟ شو شايفتيني واحد غريب معقول؟ إذا لازمكن أي شي وبأي وقت أنا موجود. شكراً دوروك. بدك شي يا أميرتي؟ لا سلامتك، شكراً. ماشي بشوفك. انتبهي على حالك. انتو تخانقتوا شي؟ لا. اكيد عمر، حاسستكم مو على طبيعتكم ابدا. لا ما في شي. يلا فوتوا انتو لروح جيب شي ناكله. ليش معك مصاري؟ هلا بدبر حالي، انتي فوتي ارتاحي. خدي. هدول ما بيجيبوا لي شيء. ايه خدي هدول، انا بشيل العظام على جنب للحيوانات. عن جد شكرا كتير، رح صير دائما اجي اخذ من عندك عظام لكلبتي، خاصه انك عم توزع ببلاش. تكرم عينك. أهلين، تفضل يا ابني. عفوا، أنا هلأ سمعتك عم تحكي مع المرأة إنه عندك عظم يعني أكل للحيوانات. إيه صح، العظم والدنب والجلد، كل هدول كل شي بيزيد بخليه على جنب وبزعه، يعني مو أحسن ما ينكب؟ ممكن تعطيني؟ إيه طبعا، تكرم عينك، بس ثواني. تفضل. شكرا كتير، يعطيك العافية. أهلا وسهلا. عمر النار كتير ضعفت، كأنه رح تطفي الصوبية. يلا معناها هلأ بطلع بدور، بلكي بلاقي شيء اشعله. بس على فكرة اليوم مو برد مثل مبارح، المهم انك قنعت لنا هالشباك ما عاد يفتح. على فكرة ريحة هالشوربة بتشهي. هاي شوربة شو؟ كانت امي لما نمرت تعملها، لقيتها بدفتر وصفات الاكل. قصدك مرقة اللحمة، دواء لكل مريض. نفس طعمة اللي كانت تعملها أمي، عن جد شكراً كتير. طعمتها كتير طيبة على فكرة. كان معك مصاري تكفي لتشتري لحمة يعني؟ إيه منيح؟ دبرت حالي. طالع شم هوا، كملوا أكل. وأنت ما بدك تأكل؟ أنا أكلت ما بدي.
ما كنا نعرف نصلح هذا الشباك، عم يفوت هوا كتير، وبصراحة خايفة نمرض. أنا أكلت منيح هالغدا وماني جوعانة، فيكي تاكلي حصتي من المعكرونة. üstüm başım toz içinde önüm arkam pus içinde sakallarım pas içinde siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz. عن جد شبعاني موي. لا تقلق أنا بتحمل، يعني بوطي من على الطرف منزوع وكل ما بلبسه بيفلت فما عاد لبسته. Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime... كان رح يغمى عليها مبارح بالمدرسة. شو عم تحكي؟ ليش ليغمى عليها؟ لا تخاف، قالوا لي ما في شي مهم. القصة بسبب قلة الأكل. عمر أنا ما كان بدي أحكي جوا قدام آسيا. أنت عن جد عم تهتم بأختك بهالطريقة؟ ما في ولا جرام فيتامين بجسم آسيا، عندها نقص تغذية. يا ربي شو ساوي بحالي؟ شو ساوي؟ عم شقف حالي وما عم يزبط معي شي، شو ساوي؟ عم بترك أخواتي ناموا جوعانين. يا ربي أختي داخت من الجوع. أنا آسف كتير أخي، ما طلعت قد الحمل. خيبت لك ظنك فيني. والله اشتغلت وحاولت، عملت كل شي بقدر عليه كرمالهم. آسيا داخت وقعت بالأرض من الجوع. يا ريت متت وما سمعت هالحكي وشفتها بهالحالة. من وين بدي اجيب؟ والله راح اجن. لهون بس ما عاد فيني، رح أأمن لهم كل شي وبأي تمن، ما رح نقص عليهم شي، رح أفرجي الكل إنه أنا قد المسؤولية. معلم في شاب واقف برا قال بده يشوفك ضروري، واجا مبارحة كمان. خليه يفوت. تفضل. لسه عرضك قائم؟ إذا قبلت بكل شروطي قائم. شو هي شروطك؟ كل شي بتشوفه عندي وكل شي بتسمعه بتخليه جواتك وما بيطلع لبرا.
اصحك تخبر حدا اي شي عن شغلنا، واللي بقلك يا بتنفذه. بدي حكيك يكون قليل، واذا حكيت اصحك تفكر ابدا تكذب علي. واذا التزمت بهالكلمتين رح تكون محظوظ. ورح تنفتح لك طاقة الفرج. القرار عندك. موافق. ممتاز. وهي بلش الحظ معك من هلأ. عنا شغلة صغيرة المساء، فيك تبلش تطلع مع الشباب إذا بدك، وهيك بتكون بلشت بالشغل. كيفني معك؟ لوين رح نروح؟ شو قال المعلم؟ خلي حكيك قليل ماشي؟ ايه، إذا من هلأ نسيت الشروط اللي قال لك إياها ما بيمشي الحال. طلع يلا خلصنا. حبيبتي شو جاي عبالك تاكلي؟ انتي عم تسأليني وكأنه على أساس عندي كتير خيارات لنقي منها. سؤالك ما له لزوم. اي صح، ما في غير معكرونة ما بدها سؤال. الحق معك، والله الحق معك. امي انا عم بعمل كل جهدي مشان ما ازعجك وحكيكي شي يضايقك، بس ما عم بقدر اسكت. يعني طيب بلعناها ماشي، رسولي خسرتيه وما حكينا شي اوكي، بس اللي ما فهمته ليش لتعملي هيك وتتركي الشغل؟ فكرك انه ممكن تلاقي احسن منه؟ معقول ما فكرتي فينا؟ لا طبعا فكرت. شو عم تقولي؟ صدقيني انا ما عم نام من كتر التفكير وراسي رح ينفجر. بس انا ما فيني اشتغل ابدا مع حدا ما بيوثق فيني. بترجاكي فهميني، والمفروض انتي ما تقبلي ضل بهالشغل. قضيت حياتي وأنا عم بفهمك وعم برر لك تصرفاتك اللي ماني مقتنعة فيها، بس حاجة لهون. خليك عم تستنانا. شو عملتوا بالمحل؟ شكله ما رح يفهم، بده يضل عم يسأل. بدك اكتب لك الشروط كتابة لحتى تحفظون؟ شو اللي ما فهمته؟ السؤال ممنوع، انت ما عم تفهم؟ طيب فهمنا هو هالسؤال. ضربتوه للزلمة؟ شفتك عم تطلع من ورا البلور. انت شفتنا ضربناه؟ يعني شفتنا أزيناه شي؟ نحن خوفناه مو أكتر، مشان المرة الجاية يدفع وما يتأخر علينا.
يعني فركنا له أدنه. نحن ما ضربنا بس خوفنا شوي. على كل حال هدول لإلك استفتاحة، خدن يلا. ايه بس انا ما عملت شي. طيب شكرا. عاكف طمنيني اكلتوا ولا لسه؟ قولي لي ما اكلتوا. ما كنت أخرت، ما أكلتوا؟ ما يلا طمنيني ما أكلتوا. عفواً ما عم بفهم. ما في شي مانو مفهوم، جايب لكم بيتزا. إذا كنت عاملة أكل خلي بالبراد، بيضل لبكرة لأنه اليوم أنا عازمكم على بيتزا. من وين جايب هالثقة عاكف؟ أنت عم تمزح ما؟ عم بحكي عن جد، ما عم بمزح. أنا بعرفك بتحبي البيتزا وجبت النوع اللي بتحبي، بالسجق وزيت الزيتون والذرة. خلص سوزان لا تزوديها وتعملي لي قصة هلا، افتحي لي باب بيتك وباب قلبك وعطيني هالفرصة، جربيني وما رح أخذلك، ارحميني ولا تكوني قاسية، بعدين مدري شو صار لي، تعبت معدتي كتير لأنه كل يوم عم بقعد وباكل مع كهان، صدت نفسي على الآخر. بعدين القصة ما بدك لهالقد، هي عزيمة بيتزا، وين المشكلة؟ بعدين كتير برد، معقول تضلي موقفتينا هيك على الباب؟ والله تجمدنا، تفضلي سوزان تعالي على الأكل. اوه اوه يلا تعالي. تفضلي. عفوا عم تمزح مو؟ هذا السؤال عنكم يا وراثة بالعيلة، شو ما بعمل امك بتقلي اني عم بمزح؟ لا وين المزح بالموضوع؟ هي انا قدامكم بشحمي ولحمي وماني عم بمزح ابدا، تفضلوا. صح انت هون شايفتك قدامي وبنص بيتنا، هاد شو عم يعمل هون؟ لا تعصبي على امك، هي ما بدها تدخلني، انا فت لحالي. اين قلع لكان؟ مو أنت دمرت حياتنا؟ القرف اللي عايشينه بسببك. بتبعد عن أمي فوراً، طلع لبرا، نقلع. اللي طلبتيه ما رح يصير. أنا ما في شي ببعدني عن أمي غير الموت، مستحيل أقدر أنساها. جربت وحاولت كتير بس ما قدرت بعيد بنوب. هالمرة رح أسمع صوت قلبي وما رح أهرب ولا خاف، وما رح يفرق معي كل العالم، اللي عم حسه رح ساويه وبس. يلا البيتزا مو طيبة باردة، يلا تفضلوا. هلأ قررتوا تفوتوا بعلاقة؟ شكلي أنا كنت فهماني غلط، كتير لابقين لبعضكم. الحكي اللي قالته مزبوط، كتير من البقى لبعض. عمر جايب معك فحم؟ هدول الغراض كلهم اشتريتهم كرمال عيونكم. شكراً كتير. عن جد هدول قلنا شو كل هدول الغراض؟ جبت معكرونة وزيت وحليب، كل شي تقريباً. وفي كمان وينها؟ أكلة طيبة لحبيبتي. من وين جبت كل هالمصاري؟ من وين أمنت حقهم؟
لأني اليوم لقيت شغل. إيه شو هالشغل عمر يلي بيعطوك فيه مصاري من أول يوم؟ إيه عم بشتغل توصيل بسوبر ماركت، وكل اللي بيشتغلوا بهذا المحل بيعطوهن هيك. هلأ هذا حلم ولا حقيقة؟ معقول عمر وأخيراً تكون الدنيا ضحكت لنا؟ ألف الحمد لله يا ربي. يا عيني، وهي الخبز كمان، وهي الفطاير اللي بتحبيها يا حلوة. هي فيها زيتون ما؟ زيتون صح. آسيا بدك تاكلي زبدة وتاكلي عسل، ما بتقومي غير وانتي شبعانة على الآخر. ايه هي ليكني عم باكل، لا تقلق. سمعتي شو قال الدكتور؟ بدك تتغذي منيح من هلأ ورايح، كل يوم هيك بده يكون فطورنا. ماشي؟ أهم شيء إنه تزبط أمورك بهذا الشغل، ونحن رح ناكل ونتغذى، ما تاكل همنا. ايه أكيد أكيد، الأيام الجاية أحلى إن شاء الله. إن شاء الله. بس عمر، معلش إذا عطوك كتير مصاري، تجيب لي من هديك الشوكولات طيبة يلي بتندهن على الخبز إذا مو غالية؟ ايه تكرمي بجبلك، رح جبلك كل شي بدك يا. يلا كلوا، كلوا من هذا الخبز وكلوا معه عسل. ايه آسيا بدك تخلصي الصحن، يلا يلا. والله برافو عليها العمار، شكلن عاطينه راتب منيح لحتى اشترالنا كل هالغراض. الله يرضى عليه ويوفقه ولا يضيع له تعب. عن جد سلم ايديه. هلا انا مو كتير قدرت افهم عليه، وحكينا كلمتين وقت اعطاني الاكياس بالليل، بس كانه قال لي انه عم يشتغل بسوبر ماركت او هيك شيء. يمكن عم يشتغل بالتوصيل، يعني وقت بتطلبي غراضك على النت هو بيوصلها. بس ما معه شهاده سواقه. ما بعرف، بجوز ما يكون عم يوصل بالسياره. ما هذا يلي قاله، ما بنعرف تفاصيل تانية. ايه الله يرزقه ويوفقه. يلا اوجان تعا تعا كل امتي. شكرا، مالي جوعان، عندي شغلة لهيك مضطر اطلع بكير. خلص بس باكل هي، باكلها على الطريق. شو عندك من الصباح؟ شغلة بيك بعدين بقلك. ما أنا على بعضه ابدا، مزعوج من شي شغلة. بارح كل السهرة كان قاعد شارد وعقله ماله معه، أبصر بشو مشغول باله. ليكي إيبك حبيبتي، حطيلي الأكل بصينية وجيبيلي إياه لجوا. بدك تاكل جوا؟ إيه بدي أكل جوا. وليش ما بتاكل معنا؟ لأني ما بقعد على نفس الطاولة مع ناس كذابين وبوشين، مفهوم كلامي؟ جيبيلي الأكل يلا بنتي. طيب يلا ثواني. هذا الفحم من وين؟ كمان هذا من عمر؟ ايه مبلا، اوجان قال انه ناولوا الكيس المسا. شو هالولد هاد؟ اول ما صار في بايده مصاري فكر فينا. ايه والله ما في منه ابدا، اشترالنا مثل ما اشترى إلهن تماما. قولي لامك هذا الحكي، ذكريه منيح شو عملت فيهن وكيف حرقت لهم قلبهن. خليها تضل متذكره انه الناس يلي غدرت فيهن هنن يلي عم يطعموها هي اللقمه. ماني نسي يعني شي، مو ضروري تضل تذكرني. ما ضل عندي تياب نظيفة، لازم روح جيب تياب أو انزل اشتري كم قطعة جديدة. وقت طلعنا عبيت شنتاية كبيرة، كيف ما بقي عندك شي؟ ايه صح، بس كلهم لبستهم وتوسخوا لك ابني، وبعدين ما في مين عم يغسل التياب ويطويه، ليك مكومة فوق كلياتها وسخة، ما بعرف كيف بدي حل هالقصة. لازم يلتقى حل. أنا اليوم بشوف طريقة وبشغلك الغسالة، أما بالكوي ما فيني أخدمك، بس على الأقل منلبس تياب نظيفة. منيح، طيب ماشي الحال. أنا لازم قوم. صحي بابا، شو جاي على بالك تاكل اليوم على العشاء؟ اعمل اللي بدك إياه براحتك. يعني لا تتقيد فيني، لأني ممكن أجي وممكن ما أجي، ما بعرف يا ابني. وكمان الليلة مالك جاي؟ أنا قلت منقعد ومنتعشى سوا. كهان لا تخنقني، أنا طفشت من هنيك لأني ما عاد أتحمل الخنقة أبدا. خلص أنت عيش حياتك، شو بدك أحلى من هيك حياة يعني؟ طيب انتبه على حالك. حاضر، وأنت كمان دير بالك على حالك. الله معك، مع السلامة، باي، الله يوفقك.
العمى شو دبقة؟ من وين طلع لي؟ رح يجنني والله. ماشي فهمنا انك انت ابن ظريف، بس لدرجة انك تساوي اكل وتجلي جليات وتغسل التياب؟ لازم لاقي له شي حل، انا هيك بختنق ما بقدر. صرت بعت لك 1000 رسالة، على القليلة جاوبي على وحدة منهم. اقلعي لي عيني وردي على وحدة. هي شكلها نسيانة اني عاكف اتاكول اللي ما بيعرف الاستسلام. انا اعند واحد بالعالم. حطي موبايلك صامت لانه صرعنا اياه من امبارح وهو على هالحاله. اف، بظن انه هلا انتقلتوا لمرحله صباح الخير وهي الحركات. هاريكا، انا من امبارح ساكت لك ومطوله بالي وتاركتك تحكي على راحتك، بس انا بلشت اتضايق، لهيك انتبهي على كلامك ولا تضغطي علي اكثر. يا ريت تعصيبك هذا تطالعي بالسيد عاكف، مو فيني؟ لا تخافي، اكل يلي فيه النصيب. ليكني امبارح بهدلته وقلعته وما عم رد على رسائله كمان. ايه على خير. يكون بعلمك انا مو مجبوره ابرر لك تصرفاتي، انا مالي بنت صغيره، بعمل يلي بدي اياه. وانا مخوفني يلي بدك اياه. على كل حال انسي، اعملي شو ما بدك، انا ما عاد اتدخل فيكي بنوب. يلا انا رايحه، باي. صباح الخير يا ملكة التلج، امبارح قلعتيني وقلتي لي مناكل سوا بوقت تاني، بس يكون بعلمك اني ما رح اكل ولا لقمة ليجي اليوم اللي وعدتيني فيه. لهيك لا تقسي علي ولا تتركيني موت من الجوع. امثالك ما بيموتوا من الجوع، كيف ما رح يصير عليك شي. هاريكا، صباح الخير. صباح النور. شو وين باقي العصابة؟ أنا جبت لك شغلة لهيك طلعت بكير، لأنه ما كان بدي أعطيك إياها قدام حدا. عن جد؟ جايب لي هدية؟ تعرف إني كتير بحب الهدايا، عن جد شكراً إلك أوجان. شو جايب لي؟ تفضلي. ياي أوجان، العلبة بتجنن، شوفي بقلبها. شو مزوق، بتجنن هالهدية، هدول الكفوف بياخدوا العقل، بس أكيد كتير غاليين. ليش لتعمل هيك شي؟ هدول هدية انفصالنا. ايه كيف يعني؟ حتى ونحن عم ننفصل بدي شوف الضحكة على وشك. خير أوجان؟ شبك من عند الصبح؟ ماني فهمانة عليك، شو خطر لك؟ هاد اللي خطر لي عم بقوله، يمكن ما عم بعرف عبر، بس أنا برأيي إنه نحن ما مناسب بعض، علاقتنا ما لازم تستمر. هذا رأيك؟ برأيك نحن ما مناسب بعضنا؟ هيك بتقصد؟ يعني صح نحن ساكنين بنفس المنطقة، بس كل واحد منا من دنيا، واهتماماتنا وطموحاتنا مختلفة عن بعض، في فجوة كبيرة بيناتنا، لهيك أحسن إنه كل واحد يروح بطريق، لأني بعد هلأ ما رح أقدر أمسك إيدك، ومشان كون مطمئن جبتلك هالهدية مشان تدفي. عم حاول أعمل شغلة منيحة، كل اللي بدي إياه إنك تدفي وإيديكي ما يبردوا أبدا. هاريكا، شوفك بالمدرسة. صباح الخير. صباح النور عمي، كيفك؟ الحمد لله منيح، ماشي الحال. صحيح عمر، يسلموا على الاغراض اللي جبتها امبارح، والله معذب حالك، عن جد ما كان في لزوم. لا عمو، شو هالعذاب؟ اشتغلت شغل جديد وهن قالوا لي انه فيك تاخذ اغراض لبيتك،
جبت إلنا وإلكن. يسلم إيديك حبيبي، الله يرضى عليك ويرزقك ويبعث لك أولاد الحلال إن شاء الله يا رب. أوران، ما عاد في فرصة تانية، عم تفهم؟ ممنوع تتأخر. عمي ولعك لك، تعال هون شوف. مرت عمو تذكرت كل شي مو؟ ايه تذكرت كل شي، طلعت متذكرة كل شي من زمان وعم تضحك علي. اكيد عملت هيك لانها خايفة انك ترجع تقلعها من البيت اذا عرفت. ايه وشو رح تعمل هلا؟ والله ماني عارفان، محتار شو بدي ساوي معها. لما قلعتها شفتوا شو صار فيها واني خليها. والله ما انا مبلوعة معي بعد اللي عملته بهالبنت، ماني قدران شوفها بنوب، ماني عارفان كيف بدي اتصرف معها يا اولاد. نحن تعودنا عليها، ما عنا مشكلة معها. يعني إذا كنت أنت بتقدر تسامحها فسامحها، لا تأكل همنا. إيه عمي لا تعمل شي مشان، بعدين نحن ما بيهون علينا أنها ترجع تنزت بالشارع ويصير عليها شي. وإنت شو رأيك أمولتي؟ مو زعلانة من مرت عمك؟ لا أنا ماني زعلانة، سامحتها. يا الله ما أحلاكن وما أطيب قلبكن. يلا ماشي، ما بدي أخركن على طلعتكن، يلا روحوا هلأ وأنا راي على الفرن بوصل أمال. طيب عمو، امشي عمر. يلا ليكو، ليش هيك قاعد لحاله؟ مرحبا. ليش طلعت من الصبح بكير لحالك؟ شو صاير؟ ما في شي، كنت متضايق شوي، حبيت شم هوا وطلعت لحالي. أوجان أنت بكيان؟ حتى أمي قالت إنك كل الليل كنت مو على بعضك. لا أنا ماني بكيان، ما فيني شي. لكن هي الدمعة يلي شايفتها بعيونك من البرد مثلا؟ ايه يمكن. ها الشباب يلي بيشتغلوا بصف السيارات موجودين طبعا. يعني برأيي انه هاي الخدمة مانا كتير سيئة آسيا. تخيلي لو معك سيارة وما في مكان تصفيها، رح تضطري تجي على رجليكي، كتير رح تلاقيها صعبة. اها عن جد عم تحكي عمر؟ هاي ليكنا عم نجي على رجلينا كل يوم وما صار علينا شي ابدا على فكرة. ايه نحنا منشوف القصة غير، انا عم بحكي عن وجهة نظرهم. بركي صرت غني بعد هذا الشغل، لازم فكر مثلهم. إن شاء الله. ليش أنت متفائل تضل بهالشغل؟ ما أنت وأوجان بالعادة ما بتكملوا بشغل أكتر من شهر واحد. إيه صح، بس هالمرة غير، ما رح أترك، يعني بدي أعمل كل جهدي إني ما أخسره لهالشغل. بتمنى إن شاء الله. قلي شو صاير معك؟ هاريكا انتي معنا؟ ايه ليكني. شو قصتك؟ ليش مو على بعضك؟ مبين عليكي شاردة ومتضايقة. شبكون؟ ما فيني شي عادي. سبقونا لاحقينكن. يلا حكيلي شبك. ما في شي احكي. مبين عليك قديش متضايق. ما في شي، انا منيح. هاي الكذبة ممكن تمرق على حدا تاني، أنا بعرفك، احكي يلا، عم اسمعك. أنا وهاريكا انفصلنا. والسبب؟ لأنه كل واحد منا من دنيا. إيه بس أنت بتعرف هالحكي من قبل، شو اللي تغير فجأة هلا؟ بعرفه منيح، بس لما سمعته من تمها ما تحملت. سمعته وهي عم تحكي مع أوزجي ودورها وضايقني اللي قالته. قال هي بتشفق علي لأني فقير ومرافقتني لأني بضحك. من وقتها وأنا عم يوجعني قلبي. روق، وهي بتعرف إنك سمعتها؟ ما بتعرف، أنا ما قلت لها مشان ما تزعل. خايف على زعلها ومهتم بمشاعرها بعد كل اللي قالته؟ مو بإيدي شو أعمل، أنا بحياتي ما حبيت حدا مثله. لك شو هالعاشق الولهان هاد، معلش بسيطة. تعال اطلب لك كاسة شاي خليك تروق لك. اضحك
صباح الخير. شايفة إنك دبرتي حالك واشتريتي تنورة جديدة. إيه دبرتها مش الحال. إيه برافو عليكي. أنا لأني ما بحب عيد كلامي أكتر من مرة. أنا أصلاً ما بخالف بالعادة، بس يعني كان وضعنا ما خرج إني اشتري واحدة جديدة. أي بس شوفي هلأ قدرتي تلاقي طريقة وتجمعي حق تنورة جديدة. يعني أحياناً نضطر نضغط على حالنا مشان ما نخالف المجتمع، مو هيك؟ على كل حال ما رح أخرك عن درسك. ما كان ناقصني غير هاي من عند الصبح. أف. شبك آسيا عم تحكي مع حالك؟ لا كانت الست آيلة عم بتحاكيني بقصة التنورة، بس نحل الموضوع. إيه ليكني شايفك حليتيها وجبتي تنورة جديدة. إيه دوروك هو يلي ساعدني مثل العادة. دوروك؟ إيه هو يلي اشترى لي واحدة جديدة. يسلم إيدي، هو دائما بيساعد. هي أول مرة ما بخانقه لما يشتري لي شي. ماشي يلا بشوفك. عم نحكي. ايه وبعدين رح تكمل بهالدراما؟ انت ما بتمل ابدا؟ اه لا ما بمل. شو صار معك؟ ما اعترفت لها بمشاعرك؟ اول شي لا تتمسخر واحكي بطريقة محترمة تولغا. طيب مثل ما بدك، المهم انت ما ينتزع مرقك. اعترفت لها لاميرتك بمشاعرك ولا لسه؟ وانت شو دخلك؟ ما بيخصك هذا الموضوع ابدا. ليك معلش قلك شغله، صح هذا الموضوع ما بيخصني بالمره، بس في نقطه واحده بتهمني بكل السيره، هي انه الاخين للاسف حبوا وعشقوا نفس البنت، وهي الحاله فيها مشاكل، وانا روح قلبي المشاكل انت بتعرفني منيح. ايه انا بعرفك انك تبع مشاكل، بس لعلمك اذا ما بتحكي معي بطريقه ظابطه واذا ضليت عم تتدخل بشي ما بيخصك رح ربيك وفرجيك المشاكل على اصولها. خلص اهدينا وعد ما عاد اسألك، بس يا ريت تلمح لأخوك مشان ما يتفاجأ. قلت له ولا لا؟ أو إمتى ناوي مثلا؟ لا قلت له ولا ناوي إلا تولقى. كم مرة بدي عدلك ياها؟ لا قلت له ولا ناوي إلا هيك بكفي ولا عدلك ياها أكتر؟ إيه منشوف لإمتى رح تقدر تضل دافن هاي المشاعر جواتك. كيف صرتي؟ حاسة إنك أحسن؟ ايه منيحة لا تقلق أموري تمام. أنت متأكدة؟ لأني كتير خفت لما شفتك بهالحالة. أنا منيحة لا تخاف، يمكن لأني قبل بيوم كنت تعبانة وآكلة بردة مرتبة. الحمد لله أنك منيحة. أهم شي تديري بالك على أكلك بهالفترة، لازم تتغذي كتير منيح. ماشي هذا الموضوع عندي لا تقلق. صباح الخير يا شباب. صباح الخير شباب. يلا تفضلوا. بعد إذنك دقيقتين. طبعاً تفضل أستاذ. يا شباب أنتوا عندكم فكرة أنه صاحب المدرسة رسول أوزكايا بيحب كل فترة طبعاً يعملكم رحلات أو نشاطات جديدة مثلاً، وآخر نشاط عملناه كان حرب الألوان، وهلأ صار وقت النشاط يلي بعده، لهيك بكرة كل الصف رح يروح يلعب بولينج. نروح نلعب بولينج؟ أي منيح صراحة. بابا صاير عم يطلع معه أفكار حلوة وظريفة كتير. أنت ليش ما فرحتي؟ شو ما بتحبي البولينج؟ إيه بحبه بس ماني رايقة اليوم. أنا ماني لعبانة بولينج من قبل، لازم تعلمني. وصلتي لعند معلم البولينج، خلص الموضوع عندي، لا تاكلي هم. وأنا ما بعرف ألعب. أصريت عليكي مرة وما قبلتي. وليش أنا ما قلت لي؟ يعني كيف وين كنت أنا؟ ليش خبيت عني وما قلت لي عن روحها؟ ما فهمت. مالي متذكر ليش ما قلت لك هذا الحكي من 3 سنين، شو بيعرفني؟ ماشي بعدين بحاسبك. بس عن جد هي الدنيا غريبة، بتعيش بكوخ وبتدرس مع الأغنية، شغلة ما لها سهلة. حاسس فيكم. طنشو أبصر شو أستاذ سيد عمر واثق بحاله كتير اليوم، لازم نعلمه اللعب بكرة. إذا ما بخليه يمسك هالطابة ويقعد يبكي فوقها ما بيكون اسمي أمير. أنا رح أعلمه اللعب. إيه منشوف. إيه 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 خير. وكن دندن إيه يرم بالكي
Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat.